تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، وعبر مراكزنا الصحية ومستشفياتنا الأربعة وأيضا المراكز التخصصية. أي ملاحظة، أي اقتراح، أي شغلة ممكن أنها تساهم بشكل أو بآخر في تقديم خدمة ممتازة لكم نحقق من وراها سعادتكم مستمعينا، نبغيكم تتواصلون معنا سواء عبر الهاتف أو عبر الرسائل النصية، وأيضا لموجودين معنا عبر الإنستغرام كذلك ممكن أنهم يشاركون معنا بملاحظاتهم. طيب، قبل أن نبتدي معاكم فقرات برنامجنا أرحب بفريق العمل معي في الإعداد يوسف سعد، ويوسف سعد أيضا موجود معايا عبر الهاتف إن شاء الله بينقل لنا رسالة من أحد ورش العمل اللي تقيمها هيئة الصحة بدبي، وهي من ورش العمل المهمة مناخذ إن شاء الله عبر الهاتف. معنا أيضا في التنسيق ميرا الإخفلي، صبحت الله بالخير، وفي الإخراج محمد الصفار، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وشكرا لك يا عزيز دائما ما طبعا هو اللي مسؤول عن القهوة والشاي عندنا، شكرا عزيز. عموما يوسف صبحك الله بالخير. صباح الخير محمود، صباح الخير أعزائي المستمعين والمتابعين لبرنامجكم المفضل صحة وسعادة. محمود أنا هنا متواجد في رفل دبي حيث تعقد هيئة الصحة بدبي سلسلة من ورش العمل المتخصصة للتعريف بأدوار ومسؤوليات مدراء القطاعات والمسؤولين والموظفين منهم مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بأدوارهم ومسؤولياتهم وفقا للهيكل التنظيمي الجديد للهيئة. محمود بس ألفت النظر لي، كانت هناك ورشة عمل قبل فترة تم تنظيمها من قبل الهيئة للتعريف بقانون الهيئة الجديد والأدوار والمسؤوليات، وهذه مجموعة الورش العمل التي بدأت اليوم وتتواصل حتى يوم الأحد المقبل إن شاء الله تختص وتركز على كيفية رفع الأداء المؤسسي داخل الهيئة في جميع القطاعات بما فيها قطاعات المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والمراكز التخصصية والعيادات الطبية التابعة للهيئة. جميع المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في الهيئة حاضرين. جدول العمل مقسم حتى يوم الأحد المقبل. اليوم بدأت الورش محمود مع مدير مؤسسة دبي للرعاية الصحية ومدير التنفيذي لخدمات قطاع الخدمات المساندة، وغدا يتواصل برنامج الورش. كما قلت أن الورش تركز على كيفية ممارسة الأدوار والمهام والاختصاص في دول الهيكل الجديد، والتأكيد على أهمية تبادل الأدوار لتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي داخل قطاعات الهيئة على اختلاف مسميات القطاعات على اختلاف المستويات الوظيفية. الهيكل أيضا محمود حين تم اعتماده أكد على فكرة روح العمل الجماعي
وهي ما تركز عليه ورش العمل المعقدة اليوم. نعم. طيب يوسف، يعني إلى متى سوف تستمر هذه الورش، وأيضا يعني مستوى تمثيل المؤسسات والقطاعات في هيئة الصحة بدبي، أبرز العناوين المطروحة كذلك من خلال هذه الورش؟ الورش بدأت اليوم محمود وتستمر إن شاء الله حتى يوم الأحد المقبل. كل يوم سيشهد اثنان من مدراء التنفيذيين للقطاعات مع مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين المختصين. بيقوم دور المدير التنفيذي في هذه الورشة هو التعريف بآليات العمل داخل القطاع ومسؤوليات كل موظف داخل القطاع، ومع التأكيد على ربط كل المسؤوليات وكل المهام وكل الأدوار بما فيها الأنشطة اليومية بالأهداف العامة للاستراتيجية الهيئة واستراتيجية التطوير. دي نقطة. النقطة الأخرى، ورش العمل تتعرض كذلك إلى مجموعة من الدراسات والتجارب الناجحة في تنفيذ الهياكل التنظيمية لمؤسسات مشابهة أو عملها مشابه لهيئة الصحة بدبي. أيضا أشير محمود أن الهيكل والقانون جاء وفق أفضل، يعني تركيبة الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة جاء وفق أفضل الهياكل العالمية بمعاييرها بمواصفاتها، ولذلك تم ربط الأدوار ومهام المسؤولين بالأهداف العامة والأهداف الاستراتيجية للهيئة. ورش العمل مستمرة حتى يوم الأربعاء. يقود ورش العمل كل مدير تنفيذي، أيضا إلى جانب تعريف المدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بكيفية والمهام ممارسة المهام والأدوار الجديدة لهم. هناك تركيز أيضا على ربط الأدوار بأدوار القطاعات الأخرى. يعني أن مدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأولية مثلا على سبيل المثال أو قطاع المستشفيات لا يركز فقط على أدوار الموظفين والمسؤولين داخل القطاع الواحد، لا، لكن يمتد ذلك إلى ربط الأدوار بالقطاعات الأخرى حتى تكون هناك حركة أو تكامل في الأدوار بعيد عن أي تداخل في اختصاص وما شابه من ذلك. ممتاز جدا. نحن نتمنى لكم التوفيق يوسف، ونتمنى أن تكون إن شاء الله هذه الورش مفيدة، وهي أكيد راح تكون مفيدة لأن عملية فهم الاستراتيجية ستقود إن شاء الله إلى الإنتاج المميز إن شاء الله. شكرا لك يا يوسف. شكرا إن شاء الله. شكرا. أنا معنا عبر الهاتف الزميل يوسف سعد. طيب نحن قبل أن نطلع الفاصل خلنا نقرأ هذه الدراسة السريعة الصفار، دراسة مهمة يعني ومفيدة إذا ما قدرنا نتبعها، لأن في علماء من جامعة برشلونة كشفوا عن نتائج دراسة تظهر دورا هاما للزيتون في مكافحة مرض السرطان. العلماء أشاروا إلى أن دور الزيتون في علاج السرطان لا يقدر بثمن، وأكدوا أن إضافة الزيتون إلى النظام الغذائي للإنسان يرفع من وقاية الجسم ضد تطور سرطان القولون وسرطان الثدي، وأشاروا إلى أن قشرة الزيتون هي الأكثر فائدة. ولاحظ الباحثون أن قشرة الزيتون تتكون من 80% من حمض زيت الزيتون اللي هو حمض دهني أوميغا 9 يسمونه، قادر على تدمير الخلايا السرطانية وتأخير تطور الورم السرطاني. أيضا دلت النتائج على أن الزيتون يحتوي على جميع المواد والفيتامينات اللي يحتاجها الإنسان تقريبا، وهي مصدر هام لفيتامين إي الذي يؤثر إيجابيا في وظائف الدماغ والرئتين ويساعد على إنتاج كريات الدم الحمراء. أيضا يحتوي الزيتون على البروتينات والبكتين والسكريات وفيتامين بي وإي وسي وبي، وأيضا أملاح البوتاسيوم والفسفور والحديد وغيرها من المعادن الضرورية لجسم الإنسان. يتمتع الزيتون كذلك بنوع من الأحماض الدهنية غير المشبعة يساعد الشرايين على التخلص من ترسبات الكوليسترول الخطرة التي تتسبب في تصلب الشرايين. وأيضا اختتم العلماء تصريحهم بالقول إن تناول الزيتون يوميا
يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. وعلى طاري أمراض القلب إن شاء الله بعد الفاصل من استضيف معانا الدكتور فوزي الصفدي على الهاتف بيكلمنا عن تقنية دبي لترميم صمام التاج التاجي الأفضل عالميا عام 2018. وعلى طاري الزيتون علنا واحد من الشباب ذكر في إيطاليا قاعد طالب لإسبريسو فطلب مع الإسبريسو زيتون, قال الويتر كيف زيتون؟ قال لا أنا أبغي زيتون مع هذا, ويالس ياخذ له شفطة من هالإسبريسو وحبة زيتون, والويتر يطالع أحسه يبي يضربه كيف يعني زيتون وإسبريسو. عموما ولله في خلقه يشون, ويعرف عمر أظن يسمعنا بعد كذلك, ما بقول اسمه ريال معروف زين. عموما نطلع فاصل, بعد الفاصل مستمعينا ما نتكلم مثل ما قلنا عن تقنية دبي لترميم الصمام التاجي الأفضل عالميا لعام 2018. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى من سمعين الكرام, وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا على 600-551-414 للمكالمات الهاتفية, والرسائل النصية على 4006. طيب, فازت تقنية دبي لترميم الصمام التاجي كأفضل تقنية لعام 2018 في المؤتمر العالمي لجراحة القلب بالمناظير منذ أيام قليلة في مدينة فانكوفر الكندية, وبعد منافسة شديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا, الأمر اللي يعد إنجاز تاريخي لهيئة الصحة في دبي ممكن أن يأهلها للفوز بجوائز عالمية أخرى. ويشكل هذا الابتكار منعطفا مهما ومؤثرا في مجال ترميم الصمام التاجي الذي يساعد بشكل فعال في اعتماد الجراحة عن طريق المنظار عوضا عن فتح الصدر. طيب, هذه التقنية ما نتعرف عليها نحن, تكلمنا مع الدكتور فوزي الصفدي استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى دبي أكثر من مرة حول هذه التقنية. اليوم ما شاء الله هذه التقنية تحقق إنجاز تاريخي, فمعانا عبر الهاتف دكتور فوزي. صبحك الله بالخير دكتور. دكتور محمود صبحكم إن شاء الله بخير. الله يسلمك, ألف مبروك دكتور. وخلنا نتكلم عن هذا الابتكار, فكرته باختصار نذكر المستمعين كذلك بهذا الابتكار. شو هو بالضبط؟ وكيف توصلتم إلى هذه الفكرة المبتكرة؟ نعم, الحمد لله أنه هذه الفكرة هي فكرة قديمة جديدة. كما سبق وتكلمنا, ترميم الصمام التاجي عنده مشكلة منذ 40 عام, من وقت ما انطلقت فكرة ترميم الصمامات, وكانت المعضلة ما زالت قائمة, كيفية الوصول إلى ترميم الصمام بشكل فعال وسهل, وبشكل أنه ممكن أن يتنقله الأجيال ويصبح يعني نوع من الجراحات العادية. وهذا ما كان النقطة الأساسية التي جعلت هذه التقنية تتهرب على تقنيات حديثة جدا في مجالات أخرى, يعني فيها نوع من الأبحاث التي تكلف ملايين الدولارات. هذه التقنية ببساطتها تفوقت على تقنيات معقدة جدا ومتطورة جدا, ففازت البديهية والسهولة على التقنيات المعقدة, وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى, وأهدي هذا الإنجاز لهيئة الصحة ولجميع أهل الإمارات وعلى رأسهم أمي الأمر الذي يعني نستمد منهم القوة والعزم عن استمرار في هذا المجال من نهوض بالإمارات إلى أعلى المستويات. الذي يصبح صدري أن الإمارات موجودة الآن في الصف الأول على مستوى العالم. هذه التقنية يقدم عليها بشكل كثيف في كثير من مراكز جراحة القلب المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية, في كندا, حتى في الصين فقد وجهت إلى دعوات لإجراء يعني ورشات عمل للتعريف على هذه التقنية
وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. جميل دكتور، أنا هني أبغى أتحدث عن بيئة العمل في مستشفى دبي وفي هيئة الصحة بشكل عام، الإمكانيات اللي وفرت هيئة الصحة بدبي لخروج هذا الابتكار ووصوله إلى العالمية، كيف كان الدعم؟ ونحن شفنا معالي حميد القطامي دائما يعني ما 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 يشدد على دعم الأطباء بشكل كبير ودعم المبتكرين خاصة منهم. نعم. وأيضا كان لك أكثر من تكريم ما شاء الله على هذا الابتكار. أنا أكيد التكريم الكبير اللي أنا حصلت عليه من معالي هو يعني سرعة البديهية أخذ على عاتقه الشخصي كثير من مفاصل هذا 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 العمل. هذا عمل ليس عمل يوم واحد، هو نتيجة جهد كبير، تضحيات كبيرة، وحقيقة بشخصه معالي دهن الموضوع وكان هو في طليعة مقدمة الوفد اللي كان في هيوستن ميثودست، وكان في له دور كبير لأنه كمان الزيارات اللي قام فيها إلى الولايات المتحدة عرفت المراكز على قدرات دبي، وكان فيها تأثير كبير بالإضافة إلى الدعم اللوجستي والدعم المعنوي والدعم المالي الذي حصلت عليه من هيئة الصحة بإشراف مباشر من معالي رب جزيل عنا أفضل الجزاء بجعل في يعني ميزان حسناته. حقيقة يعني أنا ما لمست كيف أن يعني هيئة الصحة بإدارتها كثرت البروتوكولات أمام يعني انتباه لها الأمر هذا، يعني لولا أنه انتبه معالي لها القصة هذه لها أهمية الأمر لكان بعده هو في يعني مغمور، يعني لا يستطيع أن يرد، لأنه أنا بأي إنسان وحده ما بيستطيع يعمل أي شيء. فأنا ما أشوف الدول المتطورة عندها بنية تحتية، عندها مؤسسات، عندها إمكانيات متوفرة للأطباء، فنحن نأمل أن تكون هذه بداية خير، لأنه طبعا نحن ما زلنا في بداية الأمر، والمحافظة يعني طيب. المحافظة على هذا الإنجاز هو أمر ما يقوم أهمية عن الوصول له. دكتور، أهمية هذا الابتكار الحين أنا أبغى أتكلم فيه على حياة المرضى، كيف انعكس هذا الابتكار على حياة المرضى بشكل أفضل؟ نحن طبعا يعني بالدول ما طبقوها التقنية عندهم صار بشكل يعني نمو سريع عدد العمليات اللي صارت بها التقنية، هذه لوجود كثافة يعني سكانية كبيرة، فنحن هنشوف انه يعني تخطت 120 عملية في اقل من سنة، هذا انجاز كبير جدا بالنسبة لهذا المرض. والان بانضمام كثير من المراكز على مستوى العالم بدأ بهذه التقنية ومسيرة في الصين، نحن نتوقع انه سيكون يعني عشرات الاف المرضى من الذين يحرمون هذه التقنية سوف يستفيدون منها، وعن مدى الطويل سيكون هناك يعني ملايين من الناس يستطيعوا يستفيدوا. أنا لا أكاد أصدق إنه نحن نساهم في تغيير يعني منعطف في بشهادة كثير من الأخصائيين. نحن شهادتنا مجروحة، ولكن في أطباء تكلموا بعفوية عن جائزة نوبل، كون هذا العمل سيؤسس عليه يعني إنجازات أخرى، تبنى عليه تقنيات جديدة، تبنى عليه يعني أبروش، يعني حتى يعني قد تتطور القصة إلى تفادي العمل الجراحة نهائيا إذا حدثنا يعني آلية جديدة لتطبيق هذه التقنيات. جميل. أنا كنت أبغى أتكلم عن هذا الإنجاز العالمي وفوز هذا الابتكار المميز اللي تحقق مؤخرا، يعني كنت أبغى أتكلم عن نقل هذا الابتكار للأجيال القادمة من الأطباء وتعليمهم هذه التقنية اللي سميت أيضا بتقنية دبي لترميم الصمام التاجي. فأيضا أنت يعني تم إسهام نقل هذه التقنية لإيطاليا وبلجيكا وعدد من الدول كذلك. الآن أكيد حتى في لندن في أهم مركز جراحة القلب، يعني حيث أجريت أول عملية جراحية عن طريق الروبوت عن طريق الآلي. نعم. أطباء يعني مرموقين جدا وهم في الصف الأول في المملكة المتحدة،
أيضا انضموا إلى قافلة الجراحين الذين يعني تبنوا هذه التقنية. وكذلك في 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 كندا بشكل منفرد في مونريال يعني في تورونتو في فانكوفر في كل المراكز الكبيرة تبنوا هذه التقنية وبلشنا نتبادل المعلومات والإكسبرتيز وصار في عنا كم كبير من الوثائق اللي تثبت إنه ما شاء الله في عليها إقبال شديد. جميل. وحتى كمان دعيت إلى مؤتمر بشكل إلى الصين حيث في مجموعة كبيرة من الأطباء الصينيين بانتظار أن يتعلموا هذه التقنية. وهذه التقنية خرجت من مستشفى دبي ومن هيئة الصحة بدبي. نعم. لتصدرها. نعم. إلى العالم ككل. دكتورة. نعم. أبغي بس. نعم. أشير إلى مسألة مهمة أن فكرة هذه التقنية دكتور يعني شوفوا أعزائي المستمعين فكرة سبحان الله رب العالمين لما يلهم الإنسان. نعم. في بشغلة معينة أتي فكرة بسيطة في باله. نعم. هو دكتور يعني صحح لي أنا حسب ما أتذكر. نعم. أن كانت من خلال ربطة الكرافتة أو. نعم. ربطة العنق أنت. نعم. جيت هذه الربطة كيف تم عملية الربطة جيت فكرت فيها طيب ليش ما أستخدمها في هذه التقنية وتم بهذا الشكل أن الواحد. نعم. ممكن يوصل لحل بسيط. نعم. من خلال ربطة الكرافتة وأنت تفكر فيها فصارت سبحان الله هذه التقنية. ها؟ نعم نعم طبعا هي الفكرة يعني فكرة الكرافات ولكن هي العقدة بنفسها هي جراحية ولكن توحيد الفكرة المبدأ ولكن أكيد هي تختلف عن عقدة العنق ولكن المبدأ هو نفسه يعني هن حسب ما أنا سمعت من التعليقات وهذا الشيء يعني أنا أشرف أن أنقل هذه التعليقات أنه يعني حتى لو نحن عملنا مقارنة إنه شو مثلا نيوتن أينشتاين أرخميدس كنا شو عطوا فورمولا عطوا معادلة صح المعادلة بنيت عليها الأشياء صح. نحن أعطينا معادلة المعادلة هذه يبنى عليها أشياء كثيرة هي فورمولا عم نعطي حل نحن يبنى عليه وطبعا نحن يعني سنستفيد أيضا بالمقابل من إمكانيات كبيرة عند كثير من الجراحين الموهوبين حيستطيعوا أيضا يبنوا على هالتقنية صحيح نحن نعطي مادة دسمة يبنى عليها وهذا الشيء اللي أنا فرحان فيه يعني وهذا كله بيكون يعني يعرف بدبي والشيء يعني يصير القلب أن الآن تتداول باسم دبي ويعني 15 قاعدة معرفة تقنية دبي وهذا الشيء اللي أنا يعني يفرحني جدا أو يعني بخليني يعني أشعر بالفخر وبالاعتزاز بالانتماء لهالمؤسسة العظيمة اللي هي هيئة الصحة وانتماء لهالبلد الطيب اللي أنا بشعر بروحي وبقلبي إني واحد منه وهذا شيء يعني بيد الله القروب يعني لا نستطيع أن نمتلكها إذا أراد الله جميل. وأنا البلد الطيب استملكني بكل يعني عواطفي ومشاعري يعني نحن شاكرين لك دكتور خير يعني شكرا لك دكتور نحن سعيدين جدا أن دائما ما هيئة الصحة تكون يعني تحوي العديد من الأطباء والعلماء اللي يصدرون العلم هذا إلى مش بس إلى الخارج إلى المؤسسات التعليمية والطبية أرقى المؤسسات التعليمية والطبية حول العالم دكتور فوزي الصفد الاستشاري جراحة القلب والصدر في مستشفى دبي نحن شاكرين لك هذا اللقاء وأعتقد عندك كلمة تبغي تقولها تختم فيها دكتور تفضل أنا إن شاء الله أملي بالله هذه فقط بداية هذا ما أريد أن يعني أخبر شكرا يعني لك دكتور مجتمعنا أنه هذه لن تكون النهاية هذا فقط بداية لتكون دبي منارة من العلم إن شاء الله منارة لانطلاق كثير من الابتكارات والعلوم واستقطاب أهم جراحين العالم سوف يأتون على الشوق ويتمنون أن يعملوا في دبي جزاك الله خير دكتور نحن شاكرينك بس لأن أنا تأخرت على وقت الفاصل دكتور نحن نتمنى لكم التوفيق وجهد جميل جدا يعطيكم ألف عافية شكرا جزيلا دكتور طيب
صفار سامحني تأخرنا على الفاصل، بس لأن الدكتور ما شاء الله عليه واحد من العلماء اللي موجودين أصلا في هيئة الصحة بدبي، واللي يقدمون ويصدرون هذا العلم. ليش؟ لأن بيئة هيئة الصحة بدبي هي بيئة خصبة للإبداع وللابتكار، واللي نتمنى إن شاء الله قدر الإمكان أن يزيد عدد المبتكرين والمبدعين واللي يصدرون هذا العلم لمختلف دول العالم. اليوم اللهم لك الحمد، نحن وصلنا مرحلة ننافس عالميا في تخصصات عديدة، فلما أنا صدر تقنية باسم دبي هذا موضوع كبير جدا، تقنية دبي لترميم الصمام التاجي وماخذ الأفضل عالميا لعام 2018. تخيلوا يعني وين وصلنا، اللهم لك الحمد، بفضل القيادة الرشيدة والدعم المستمر لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الله يحفظه يا رب. وأيضا توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة دائمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وأيضا سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي. فكل هذه الأمور يعني تساهم في إيجاد بيئة خصبة للإبداع، ودائما يكون هنالك التكريم ويكون هنالك المتابعة ويكون هنالك يعني الدعم الكبير للمبدعين في دولة الإمارات وخاصة في مجال الصحة والطب والعلوم. عموما نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل. صحة وسعادة سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. إذن ودين السيرون وين دكتورة ندى اليوم؟ دكتورة ندى يعني نحن نتمنى قبل أن نبتدي يعني هاي الفقرة أنكم تدعون حق والدتها يعني في المستشفى تعبانة وهي موجودة معاها، فإن شاء الله يا رب الله يقومهم بالسلامة ويحفظ لكم أمهاتكم أجمعين ويرحم أمهات المسلمين كلهم إن شاء الله يا رب. عموما نحن متواصلين معاكم مستمعين، طبعا أرقام التواصل معنا 600-551-414 وعن طريق الرسالة النصية على 4006. الموضوع اللي ما نطرحها الحين موضوع مهم جدا، معانا عبر الهاتف دكتور محمود غنايم رئيس قسم الطوارئ بمستشفى دبي، لأن بأمانة يعني أطباء صحة دبي شددوا على ضرورة اتخاذ الأسر كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب عمليات التسمم الغذائي اللي عادة ما تكثر في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة نتيجة لأخطاء بسيطة مثل ترك رضاعة الأطفال في الجو الحار، أو يعني الرضاعة مالتهم يهدونها في الجو الحار، عدم تعقيمها قبل ما يعطون الحليب حق العيال، عدم حفظ الأطعمة في الثلاجة أو الأكل في المطاعم اللي تقل فيها النظافة والإجراءات الوقائية وغيره وغيره الكثير من الأمور. لأن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن 60% من حالات التسمم تحدث عند الأطفال اللي هم أقل من 5 سنوات. هذا يرجع إلى أن الأطفال اللي أقل من 5 سنوات ما عندهم الإمكانية أنهم هم يعني يستكشفون أي مادة بالطرق اللي البالغين يعرفون اللي هي التذوق الشم واللمس، عرفتم ما يقدرون يميزون هذا. أيضا يعني من بين الأشياء بعد كذلك أن في المنظفات المنزلية والبعض الشغلات هذه اللي موجودة في المنزل ممكن تسبب مشاكل كبيرة للأطفال من التسمم. ممكن إذا واحد خذ قطعة في البيت من غير ما ينتبهوا للأهل، يعني هذه كلها أمور تدخل في حرص ووجوب حرص الأهل على يعني الحفاظ على سلامة أطفالهم. دكتور أول شيء صبحك الله بالخير دكتور محمود. على حبيبي صبح عليك بالخير وعلى المشاهدين جميعا، أتمنى لكم صحة وسلامة وعافية إن شاء الله وحياكم الله جميعا.
دكتور أبغى أسألك أني سؤال شوية بعيد عن الموضوع اللي طرحته في البداية، شو تشجع من الفرق في كأس العالم؟ والله يا أخوي أنا مالي، أنا وصلاوي أصيل، يا سلام عليك، وبالتالي اهتماماتي اهتمامي منصب على نادي الوصل، عالميا مثل أي واحد يعني اهتمامي متابع بشكل عام. هني دكتور في بعض الشغلات أنا أبغى تقدم نصيحة معينة لبعض المتعصبين كرويا، لأن يعني أمسات شفنا واحد من الممثلين بعد كان يتابع منتخب مصر والله توفى يعني بسكتة، يقولون أنه كان يتابع المباراة وبعدها تعب نفسيا وطلع، فهذه الأمور كلها ممكن تؤثر بشكل كبير وممكن تودينا لحوادث نحن لا نحمد عقباها. والله سيدي هذا الأمر يعني قد يكون بالغ الأهمية، وإحنا نحذر طبعا فترة للأسف كأس العالم فترة طويلة، صح. يعني تتكلم عن شهر، وبعض المشاهدين مثل هذه المباريات انفعالاتهم تكون عن يعني خارج المعقول، فإذا كان المريض مثلا مصاب بضغط دم، إذا كان المصيب المريض المشاهد مصاب مثلا بأمراض تصلب الشرايين أو بالسكر، قد تكون المضاعفات لا يحمد عقباها نتيجة ارتفاع من التوتر الشديد يؤدي إلى ارتفاع فجائي في الضغط، وأحيانا هذا الارتفاع الفجائي قد يؤثر على التنفس، يؤثر على حدوث جلطات، حدوث عدم انتظام في ضربات القلب، ونحن استلمنا حالات، بعض الحالات استلمناها نتيجة التوتر الشديد ومضاعفاتها، لذلك ينصح أن تأخذ الأمر كأنه نوع ترفيهي أكثر ما أنه نوع تعصبي أو نوع انفعالي وترفيهي. بالعكس مباريات كأس العالم لها ومباريات بشكل عام أو متابعة الكرة الهدف منها الترفيه عن النفس، الاسترخاء وليس العكس. إلى جانب ذلك أثناء أنت عارف المباريات واضح أنها بتبدأ من الساعة 4 منتصف الليل، في هذه الفترة الجميع جالس ما شاء الله، مشروبات غازية، عصائر ذات ارتفاع شديد بدون أكل شرب، طبعا هذا يؤثر في فترة شهر كاملة ممكن يؤثر على الجسم بشكل سيء، صحيح. لذلك الانتباه ضروري جدا، يأخذ الأمر ببساطة، لا لزوم للانفعال، أمور عادية يا جماعة الخير، هي بس هي الله هي مباراة على الأرض عليك. جزاك الله خير. دكتور نرجع إلى موضوع الغذاء والصيف وتفادي هذه المخاطر المحتملة خاصة عند الأطفال، خلنا نتكلم من أين تأتي مخاطر الأطعمة وعلاقتها بالصيف. نعم طبعا فصل الصيف فصل مميز، فصل مميز بالارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، فصل مميز بالكثرة الذهاب إلى المولات، الإجازات السنوية، إجازات مدرسية، الأطفال الآن أو حتى الأطفال حتى الشباب أيضا طبعا إجازة فهو برا البيت، أغلب الوجبات برا البيت، حتى الحريم طبعا الآن بالنسبة للوجبات أغلبها وجبات سريعة، الجميع حابب أنه يستمتع في فترة الإجازة في فترة الصيف، لذلك هناك كثير من الأمور نتكلم عنها. الحر يجعل عملية هضم المواد الغنية بالبروتينات والسكريات اللي تكثر في طبعا اللحوم وأنواع الخبز وغيرها عملية معقدة على المعدة والأمعاء، فيؤدي ذلك إلى عسر الهضم وبعض حالات التعفن والتسمم بسبب بقاء هذه الأطعمة فترة طويلة في الجسم بسبب الحر الشديد أيضا، فهذه واحدة. لذلك احنا يجب الحفاظ على المواد الغذائية وحفظها بأسلوب جيد في البرادات، درجات حرارة معينة، وليس إذن التجميد ومن ثم بعد ذلك التسيح والتناول، لأن هناك طرق مهمة. فرضا اللحوم بالذات إذا كانت في المجمدات عند إخراجها تضعها لفترة طويلة تحت في الثلاجة العادية لحد ما يسيح الثلج وبعدين تتعامل معها في الطبخ، هذه واحدة. اثنين طبعا أنت عارف أنه في استهلاك مفرط للمشروبات الغازية والمرطبات خاصة الآيس كريم وأشباهه، المعروف أنه بالنسبة للآيس كريم أنه تبريد هذه ليس له مفعول طويل الأمد، يعني التبريد هذا لحظي أثناء وجوده بالفريزر جامدة، لكن خلال دقائق معينة بتسيح، ففيها مواد دهنية، مواد سكرية جاهزة للبكتيريا، أنه البكتيريا تتغذى عليها، لذلك أحيانا حتى يتم تبريدها في نقلها إلى البقالات فتكون مبردة بشكل جيد بعد ذلك بتسيح تبريدها مرة أخرى وهكذا.
فهي مرتع للبكتيريا. فالأفضل يعني إحنا لا نقول أن تمنعها، لكن الأفضل تجنبها بشكل كبير. وحتى إذا اضطريت إلى ذلك أن تأخذ من أماكن معروفة، أماكن جيدة أنها تراعي عملية تخزين وتبريد هذه الأغذية. أيضا أمر هام جدا بالنسبة للأطفال يا جماعة، الآن أغلب الأطفال، أنت ذكرت ذلك وكان من يعني عبارة جيدة جدا أنا حبيتها جدا، إنه الأطفال ليس له القدرة، خاصة الأطفال تحت سن الخامسة، ليس كلامك صحيح محمود، ليس له القدرة إنه يميز الرائحة مثلا، رائحة إنه هذا الأكل فاسد أو رائحته غير جيدة أو فاسد، فبتناوله الطفل متعود أي شيء يحطه بفمه. صح. لذلك إحنا مثلا ممكن يكون هناك بعض الفواكه نخليها في خارج الثلاجة، الطفل بتناول حبة تؤدي إلى تسمم، وقد يكون التسمم على شكل ترجيع وإسهال وغيره. صح. اثنين، المنتجات سريعة العطب اللي هي منتجات الألبان بشكل عام، الروب، الحليب، هذه سريعة العطب وأيضا هي مرتع للجراثيم بسهولة. قد يعني لسبب ما أن تخلي الحليب، خاصة الحليب المنكه، برا البراد، طفل بتناوله، حالات الإسهال متكررة، قسم الطوارئ استقبل كثير من حالات الإسهال والنزلات المعوية في فصل الصيف. لذلك فصل الصيف يعني الحذر يجب أن يرتفع إلى الخط الأحمر في عملية الحفاظ على الأطعمة في البرادات. قد أكون أنا يعني لا أريد أن أكون يعني في لا نتناول أطعمة في خارج المنزل، هذا كلام غير منطقي، الجميع بتناول أطعمة في غير المنزل، لكن الكتاب يعرف من عنوانه. فالمطاعم مثلا، الأماكن البيع أو منافذ بيع الأطعمة النظيفة واضحة، أماكن المنتشرة بالشوارع، الفترينات اللي بتكون يعني منتشرة بالشوارع وعرضة للهواء في هذا الحر، بغير المنطق أن تكون هذه الأغذية غير فاسدة، لأنه حر شديد، تلف لهذه الأطعمة، تعفن وتسمم، وبالتالي نمو الجراثيم فيها وتناولها. لذلك نحافظ أن نتناول من أماكن تحافظ على أطعمتها داخل البرادات أو بطرق تخزينية جيدة اللي تتبع المواصفات المعتمدة. نعم. في طبعا هنا طبعا البلديات ما بتقصر بالرقابة، لكن إحنا مكملين لدور المراقبين الصحيين، أنه أنا أكون مسؤول عن مراقبة ما أقدمه لأهلي، لأولادي، لبيتي وغيره. أمر هام قد يكون بعيد شوية ما بيفكروا فيه الناس، اللي هو طريقة تسخين بعض المواد الغذائية اللي بنسميها جاهزة، ولكن انت والله جيبها وحطها بالمايكرويف ربع ساعة وخلاص وتناولها. صح. طبعا هذه الأغذية المايكرويف الحرارة يعتمد على طريقة فيزيائية معينة، قد تكون بعيدة شوي عن الحرارة اللي هي استقام الجزيئات لتوليد الحرارة. صح. فقد تكون أيضا غير كافية للقضاء على الجراثيم. المايكرويف ليس الطريقة المثلى لتسخين التغذية، يعني لا تعتمد والله أنا حطيته بالمايكرويف واستوى حار خلاص إذا الجراثيم ماتت. لا، انتبه إنه المايكرويف ليس طريقة مثلى، هناك دائما دائما أنا يعني أعتب على نفسي وعلى حتى على كثير من اللي حواليا، إنه إحنا ما بنقرأ التعليمات المكتوبة على أي عبوة غذائية، اللي هي طريقة لإذابة الثلج في المثلجات أو طريقة التسخين لبعض المستحضرات الجاهزة. تكون هناك طبعا منظمة الصحة العالمية والبلديات ووزارات الصحة تلزم المنتجين والموزعين بكتابة طريقة التعامل مع هذه المواد الغذائية، مثلا تسخين لمدة 10 دقائق في فرن، درجة حرارة كذا كذا، أنا نأخذها على عواهنها، حطها بالمايكروويف 5 دقائق وتناولها. لكن لا، هذا الكلام غير مضبوط، هناك طريقة لإزالة الثلج، هناك طريقة للتسخين، طرق مهمة جدا. الآن طبعا المجال في الإنترنت واسع أنك تقرأ عن طريقة التعامل مع أي مادة غذائية، لكن الآن في عصرنا الحالي كل منتج غذائي عليه تعليمات بشأن الطريقة المثلى للتعامل مع هذا الغذاء. جميل. طيب دكتور، يعني الغذاء هو جزء بسيط أصلا من المخاطر اللي تواجه الأطفال، يعني في أقل من دقيقتين أبغى أتكلم بس دكتور عن بعض المخاطر الأخرى اللي حوالين الأطفال في المنزل، يعني أتطرق لهذا الموضوع في المقدمة، فأبغى أتكلم عن هذا الموضوع على عجالة بعيد عن والله يا أخي أنا عندي
أربع مشاكل رئيسة مع الأطفال. نعم. دعني من الواقع اللي نلاحظه. أول واحدة اللي هي كانت النزلات المعوية بسبب إنه إحنا عدم مراقبة الأطفال في عاداتهم الغذائية. نعم. تناول كثير من الحلويات، المواد السكرية والدنيا اللي تكون عبء على الجهاز الهضمي للطفل اللي هو غض. جهاز هضمي غض في التعامل معه، لذلك تكون الحذر في اختيار الأغذية الصحية والمناسبة. اثنين، الحوادث المنزلية. الآن طبعا موبايلات بالشاحن، الآن السوكتات غير محافظة عليها، يعني الظاهر الكل نسي الحين يحافظ على سوكتات الكهرباء، لذلك نلاحظ أنه حتى الأطفال الآن بيحاول يقلد يضع السوكت مثلا أو الكهرباء. في عنا كثير من الحالات. ثلاثة، تناول بعض المنظفات. الآن المنظفات تأتي برائحة جميلة وطعم جميل. تلاحظ أنه حتى مثلا مواد الغسيل الصحون الآن طعم مثلا نكهة الفراولة يعني في الرائحة وأشكالها أصلا أشكالها وأشكال جميلة. هي. فتغري بعض الأطفال. فلاحظنا الزياد في هذه الحالات حاليا في ترد إلى أقسام الطوارئ. نحذر من ذلك، يجب حفظها في أماكن جيدة. الآن للأسف أيضا بعض الأدوية أصبحت في متناول الأطفال، يعني والله أدوية الأب، أدوية الأم، أدوية الجد أو الجدة في متناول أي طفل. يجب حفظ الأدوية الدائمة في أماكن خاصة وبعيدة عن متناول الأطفال الصغار بالذات. الآن أيضا مهم جدا يا جماعة اللي هي فترة أنه بنأخذ أولادنا على المسابح. المسابح الآن فيها جراثيم، فيها أمراض معدية، فيها كلوركس للعينين، لذلك يجب أن نكون عندنا ثقافة المسابح كيف نتعامل معها. المسابح النظيفة، نتأكد أن المسابح نظيفة للأطفال. الكبار ممكن يكون يعني أكثر تحمل من الأطفال، خاصة أعينهم أو التهابات الصدر الناتجة أو الأمراض الجلدية. نعم نعم، نحن شاكرين لك دكتور، ونتمنى الصحة والسلامة حق أطفالنا وأولياء أمورهم، ويعطيكم ألف عافية على الجهود الكبيرة اللي تبذلونها. شكرا. ومثل هذه البرامج طبعا والله يعني نشهد إحنا كأطباء إنها له دور كبير، لأنها برامج تثقيفية تعطي وجبات سهلة للمشاهد ما فيها تعقيد ومعلومات صحيحة. وأنت طبعا ما شاء الله عليك، ولا نزكي على الله طيب حبيبي دكتور. بس سؤال على السريع تسأل هنا أختنا أسماء، تقول كيف نتأكد من نظافة المسبح ونسبة الكلور؟ والله كل المسابح المعتمدة المعايير الصحية موجودة في الريسبشن. انت تروح على الريسبشن تتأكد كله انه نسبة الكلور هذه معتمدة من البلديات، حيعطوك وعندهم شهادات بانه هذا المسبح متجدد ويتم المراقبة عليه بشكل يومي. شكرا لك دكتور. ايضا هنا شكرا جزيلا. هنا ابغي أكد يا جماعة الخير في موضوع، يعني الواحد يهتم وايد بعياله لما يوديهم المسبح ولا شاطة. تكلمنا الأسبوع اللي طاف عن هذا الموضوع، ونعيد ونكرر يا جماعة الخير، أولادكم يعني أمانة في أعناقكم، فاهتموا فيهم قدر الإمكان. كان معنا عبر الهاتف دكتور محمود غنايم، رئيس قسم الطوارئ بمستشفى دبي، ونتحدث عن سلامة الأطفال وتغذيتهم في الصيف. يعني يقول ما شاء الله ما شاء الله، شكرا لقيادتنا العظيمة، شكرا لهيئة دبي الصحية لهذه الإنجازات، سبحانك اللهم خير معلم. هذا محمد الوعد، أعتقد على إنجاز تقنية دبي لترميم الصمام التاجي اللي يتكلم عنه الدكتور فوزي. أم راشد تقول أنا من أصحاب الهمم، اليوم نعاني نحن مع حضور مواعيد المستشفيات بسبب إهمال مواصلات دبي، كونهم عندهم بس 8 سيارات لأصحاب الهمم، واليوم عددنا أكثر من 8000. يرجع طرح الموضوع انه احنا نعاني من سنتين وشيوخنا مو مقصرين، ليش التقصير؟ انزين، هذا من جهه مواصلات دبي، ولكن انا ام راشد بحاول اني انقل رسالتك الى مكتب اصحاب الهمم في هيئه الصحه بدبي، بشوف اذا في امكانيه ان نقترح عليهم اقتراح معين ممكن ان نساهم في تخفيف هذه المعاناه. ولكن فيما يتعلق بجهه مواصلات دبي، اعتقد هذه الرساله ممكن ترسلينها للاخوان في البث المباشر، ممكن انهم يتناولونها. ولكن من جهتنا نحن مين راح تطيلي يا هذا الموضوع، خل يتحول بس على مكتب أصحاب الهمم عندنا. وأيضا محمد الموعد بعد الشكر بعد كذلك حولي، يستاهلون الجماعة.
وصلنا لختام حلقتنا اليوم. شكرا لجميرة الغفري كانت معنا في التنسيق، في الإعداد يوسف سعد، في الإخراج محمد الصفار، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. حتى نلقاكم في الغد، حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.